بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد، رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، هو بيقول لي إيه؟ اكسبريت ذا برودكت أوف فاكتورز إن إكسبوننت 4. إكسبوننت 4 يعني باور يعني. وفي عندنا باورز أوف 10. إن باورز أوف 10 لما ال 10 مثلا بتتكرر أربع مرات أو 10 باور 4 بنحط 4 زيروز في الأنسر وهكذا. هنشوف دلوقتي. فهم ممكن يدمجوا في درس واحد. هنا بيقول لي اكسبريس ان اكسبوننت فور، اكسبوننت دي يعني كلمه باور بالاخر. يعني عايز يخلي ده فاكتور فاكتور فاكتور، دي اسمها فاكتور فور عشان ده اسمه فاكتور وده فاكتور وده فاكتور، فبيسموا دي فاكتور فور. انا عايز اخليها اكسبوننت فور. بسيط، انا 2 2 2 2 كلهم 2 او ماخد 2 واحده ونعد، ادي 1 2 3 4 5، فدي 2 باور 5 او ريزد تو ذا باور. طب هنا بقى تعالى على دي. خد بالك، انا عندي ثريهات وعندي تنس. عندي كام ثري؟ اكتب ثري واحده الاول وثري واحده عشان ما تتلخبطش، ده بيسموه بيس. طب الباور اجيبها ازاي؟ الثري ريبيتد هاو ميني تايمز؟ ثري مكرره مرتين، يبقى ثري باور. طب التن ريبيتد هاو ميني تايمز؟ ثري تايمز، يبقى تن باور. بس طيب لو حبيت بقى ان انا ايه، عشان الدرس بتاع باورز اوف 10 حبيت اكملها، اصلا 3 باور 2 يعني 3 اتعملت ملتبلاي نفسها مرتين هتدينا 9. طب و10 باور 3، 10 باور 3 دي هي 10 تايمز 10 تايمز 10، في الاخر 3 زيروات، ومنزلين 3 زيروات، لان انا هعمل 10 تايمز 10 تايمز 10 هتديني 1000، هرجع 9 تايمز 1000 و9000. ففي ناس بيريح دماغه وخلاص يقول ايه ليه؟ انا بس هشتغل على النمبر ده، يعني 3 باور 2 مينز 3 تايمز 3، 3 تايمز 3 ايكوال 9، ودول 10 باور 3 خلاص ينزل الثلاث زيروات دي الباورز اوف 10. طيب لو جينا على دي بقى، هو جايب لي بقى ايه دول باورز 4 او اكسبوننت 4، عايز نحولها لفاكتور 4. بسيطه، فاكتور 4 يعني فككها، دي 3 باور 2 يعني 3 ريبيتد 2 تايمز. طب 2 باور 4 يعني 2 ريبيتد 4 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز، اربع مرات. والله لو انا عايز احسبها سهله برضه، 3 تايم 3 ممكن اعملهم مع بعض يدينا 9، وبعدين اعمل 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 16، يعني 2 تايمز 2 4 تايمز 2 8 تايمز 2 16، ارجع اعمل 9 تايمز 16 دي زي ما احنا اتعودنا في درس الملتبلاي، 9 تايمز 6 54، 4 اند كاري اب 5، 9 تايمز 1 9 بلس 5 14. بس هو بصراحه هو طالب مني الفاكتور 4، يعني هو طالب مني لحد هنا بس، مش طالب مني التكملة، بس أنا بقول بكملها إذ ربما يقول لي فايند ذا أنسر. طب دي بقى لو جينا هتبقى 5 تايمز 5، دي الفاكتور فورم اللي فككها كده، وال 10 أربع مرات، 10 تايمز 10 تايمز 10 تايمز 10، بس أنا كده حلتها له، دي الفاكتور فورم. طب افرض هو طالب مني الأنسر، سهلة، 5 تايمز 5 ب 25، 25، وأنا عارف على طول إن ال 10 باور 4 دول يعني أربع زيروات، لان اصلا هترجع تعمل دول تايمز بعض هيطلعوا لك اربع زيروات، هترجع تحطهم جنب ال 25. فمن الاخر لما تكون 10 باور حاجه بنشوف كام زيرو، يعني اعمل دي 5 باور 2، 5 تايمز 5 25، دول اربع زيروات وتبقى خلص المساله. بس هو بصراحه طالب لحد الفاكتور 4 اللي هي دي، فاكتور 4 اللي هي دي. بس ادي الفكره بتاعتي.